أعرضه عليه. إن أعجب ما سمعت في رمضان هذا، في رمضان هذا سمعت عن شاب من شبابنا وعن ولد من أولادنا، وكان بارا جدا بأمه، نام على فراش الموت في ريعان شبابه، لم يكمل الثلاثين من عمره، وفي لحظات السكرات، في لحظات الكروبات، سمعوا هذا الشاب المبارك على فراش الموت يقول كلمات عجيبة عجيبة عجيبة. سمعوه يقول: لا ما اقدرش، ما اقدرش، لازم استأذن امي. ايه ده؟ هكذا: لا ما اقدرش، لازم استأذن امي. وظل يردد هذه الكلمات، فأسرعوا إلى أمه التي لم تطق أن ترى ولدها يحتضر، ودخلت غرفتها تبكي، وكان نموذجا في البر بأمه. فأسرعوا إليها وقالوا: إن ولدك يقول كلمات غريبة. فخرجت تجري من حجرتها ودخلت حجرة ولدها وهو على فراش الموت الذي أشرق محياه وتهلل جبينه وبدأ الرشح أي العرق يخرج من جبينه كأنه الجمان أي كأنه اللؤلؤ. وهذه من علامات حسن الخاتمة، فالمؤمن يموت برشح الجبين. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان. فدخلت عليه أمه فسمعته يردد نفس الكلمات: لا ما اقدرش، لازم استأذن أمي. فأقبلت منه وانتظرت، وسبحان الله، قالت: يا فلان، يا فلان، أنا أمك، أنا أمك، أنا أمك. ثلاثا: مع من تتحدث؟ فنظر إليها بعد وقت قصير في لحظة صحوة بين هذه السكرات والكروبات، وقال لها: يا أمي، فتاة جميلة لم أر في جمالها قط، جاءت وأراها بين يدي، جاءت تخطبني لنفسها، وأنا أقول لها: لا لا ما أقدرش حتى أستأذن أمي. فقالت: أذنت لك، إنها حورية لك من الجنة، وقد أذنت لك. هل وصلت إلى هذا المرتقى أن تأتيك زوجتك من الجنة لتبشرك وأنت لازلت في دنيانا؟ لا تستكثر هذا، ولا تستعجب من هذا، ولا تستغرب من هذا. ففي هذه اللحظات يعاين المؤمن مقعده من الجنة ومن النار، ويرى مكانته عند العزيز الغفار، بل ويعاين ملائكة الله جل وعلا، فهو يرى الملائكة بعينه ويسمع البشارة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وصدق ربي إذ يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، فين وإمتى وهم على فراش الموت، هذا قول، وهم يخرجون من القبور، هذا هو القول الثاني لأئمة تفسيرنا، لأئمة التفسير: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي